وحث الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين التونسيين على أهمية المشاركة الواسعة في انتخابات المجالس المحلية التي تقاطعها أحزاب المعارضة. وعقب إدلائه بصوته شدد سعيد على أهمية هذا الاستحقاق، مؤكدا أنه سيحمل تطلعات التونسيين ومطالبهم وسيسعى لتحقيقها. هو يوم تاريخي، التجربة وهذه الانتخابات ستمكن المهمش الذي لا صوت له أو الذي يعتبر فقط ورقة اقتراع، يوم الاقتراع يمكن أن يكون صانعا للقرار، يمكن أن يساهم في وضع القوانين، يمكن أن يسائل أعضاء الحكومة يتحدثون عن الدولة الجهوية. تونس ليست دولة جهوية، تونس دولة موحدة وستبقى موحدة، ولكن صنع القانون، صنع الاختيارات الكبرى عن طريق التشريعات التي سيتم وضعها من قبل المجلسين في قصر باردو يكون من قبل هؤلاء الذين صنعوا هذا الانفجار الثوري. ينضم لنا الآن من تونس مراسلنا سيف الدين العامري. سيف، أهلا بك معنا، نتابع معك سير عملية التصويت والإقبال على التصويت. نعم، في الحقيقة داليا أكثر من ما يقرب 6% إلى حد الآن بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نسبة المشاركة إلى حدود منتصف نهار اليوم. نحن تقريبا على الساعة الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي لتونس، ولكن طبعا هذه النسبة لا تزال مؤقتة إلى حدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لتونس، عندما تقفل صناديق الاقتراع بالنسبة لهذه الانتخابات. أهمية هذه الانتخابات في الحقيقة تكمن في أنها تقترب أكثر من المواطن التونسي، على الأقل على المستوى النظري بالنسبة للعلاقة مع الفصل 56 للدستور التونسي لسنة 2022، يتحدث عن مجلس أعلى للجهات والأقاليم، وهو المجلس الذي سيكون الغرفة التشريعية الثانية الموازية للبرلمان التونسي، وأيضا الضاغطة عليه بالنسبة لمشاريع القوانين التي تتعلق بالاستثمارات والتوزيع العادل للثروة على مستوى الجهات. هذا ما دعا الرئيس قيس سعيد إلى الحديث كما كنا نسمع منذ قليل عن أن تونس ليست دولة جهوية وإنما دولة موحدة، ولكن يسعى النظام السياسي الجديد لدستور 2022 إلى إقامة نوع من التوازن بين الجهات لفرض ربما إرادة هذه الجهات وبرامج هذه الجهات للتنمية والاستثمار والتوزيع العادل للاستثمارات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نحن نتحدث عن أكثر من 6177 مرشحا إلى الانتخابات المحلية التي ستؤدي إلى إفراز 277 عنصر أو عضو مجلس محلي. طبعا نتحدث عن دوائر تفوق 2150 دائرة، يعني الحجم كبير، وطبعا ننتظر نسبة مشاركة أكثر في الساعات القادمة بحسب هيئة الانتخابات. كل هذا يندرج في إطار النظام السياسي الجديد الذي أدى إلى إفراز انتخابات برلمانية أدت إلى هذا البرلمان الحالي، ولكن ينقص النظام السياسي مؤسسة مهمة بحسب الدستور التونسي وهي المجلس الأعلى للجهات والأقاليم الذي ينطلق فعلا من هذه الانتخابات المحلية وصولا إلى المجلس الأعلى للجهات والأقاليم داليا. شكرا لك مراسلنا سيف الدين العامري، كان معنا من تونس.